السلام عليكم طلاب. السلام عليكم طلاب، كيفك حالياً؟ هاي محاضرة معني حاولت نوع هواية مواضيع، حاول أعلق على سلايد سلايد بسهولة. بالكيس نوع المال absorption، هنا طبعا بالنسبه لل causes of mal absorption تقسم الى الانترا لومينال مال ديجستشن والميوكوزال والبوست ميوكوزال. من اسمه انترا لومينال مال ديجستشن وهي مشكله within the lumen which occurs due to the deficiency of the bile or the pancreatic enzymes resulting in adequate solubilization and hydrolysis of the nutrients. طبعا الـ fat and protein malabsorption will result as a part of this and this may also occur in the presence of a small bowel bacterial overgrowth. بنفس الحالة هم all these are luminal causes. إذا من أهم هاي الأسباب luminal هي pancreatic insufficiency, cholestasis والـ ileal resections and the pernicious anemia. Which means that all those patients have disease in the malabsorption, but it is not the mucosal, ولا beyond the mucosa. يعني على سبيل المثال إذا أخذنا منها يعني biopsy أو histopathology, المشكلة مو within the mucosa. المشكلة بالإنزيمز وبالكيميكالز اللي ممكن تسهل من the solubilizations and the hydrolysis, وبالتالي ينتج عن malabsorption. بالنسبة لل second cause هو الميكوزال مالابسوربشن results from يعني small bowel resection or condition which damage the small intestinal epithelium. أي شيء يأثر على الميكوزا بحد ذاته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة راح يؤدي إلى المالابسوربشن، لهذا يقلل من surface area في حالة resections أو يقلل من ability of the absorption as depleting the brush borders فيؤدي إلى decrease in the absorption of the nutrients. طبعا من اهم الاسباب هو السيلياك ديزيز والمعروف مرض مناعي راح نجي عليه بالتفصيل والدايساكريديز ديفشنسي. الدايساكريديز ديفشنسي هو عباره عن فد انزيم موجود within the villi. هذا الانزيم مغطى نورمالي يحاول انه هو يشتغل على الدايساكريدز وبالتالي فتتها الى من الداي الى المونو، وهذا بعض الناس ما يصير عندهم ديفشنسي بي فيصير عندهم مال ابزوربشن دو تو ديفكت ان ذا ميوكوزا. لهذا دايساكريديز deficiency which means that this is mucosal disorder. بالنسبة للنوع الثالث هو البوست ميوكوزا، من اسمه بوست ميوكوزا يعني ناكو ديفكت بالانترالومينال ولا بالميوكوزا بس المشكلة ما بعد ذلك اللي هو عادة الابزوربشن نورمال بس بعد ما ينتقل هاي النيوترينتس إلى الليمفاتكس أكو ذرز بماضي فإذا usually this problem is coincide with the lymphatic part. So it will prevent the uptake and the transport of the absorbed lipids into the lymphatic vessels. Increased pressure in these vessels will result in the leakage into the intestinal lumen, leading to facies and more protein losing enteropathy. واحدة من الأسباب الشائعة هو الليمفانجكتازيا. طبعا هنا يعني قصد انه يا اما ديفكتس بالليمفاتيك ابستراكشن من هاي الستيج اللي هو صار بي ابسوربشن within the ميوكوزا بس يتحول الى ليبيدز خاصه حتى تتحول الى الليمفاتكس وبالتالي تو بندلج انتو ذا سيستم، فاما يصير بيها ابستراكشن او يصير بريشر ان ذا ليمفاتيك ان اندايركت واي فراح يصير هذا يؤدي الى ديكريز ان ذا ابسوربشن اوف ذيس بارت.
طبعا هنا المال ابزوربشن يقسم الى الجلوبال والبارشال. الجلوبال طبعا معناته all يعني the tract of the GIT will be involved, may be involved by this disorders, for example many autoimmune disease like celiac disease and inflammatory bowel disease. And sometimes we have partial disorders, يعني معناته جزء من هذه الأمعاء تكون بها بالباول سيستم will be involved. على سبيل المثال مثلا الـ pernicious anemia will lead to deficiency of B12, عادة يكون جزء من الباول هو اللي بي affected, which is responsible for the absorption of the B12. عادة بالإليال مثلا patients with inflammatory bowel disease, specifically patients with the Crohn's disease. أو واحد مسوي sleeve أو partial gastrectomy في سبب أو بآخر, تعرفون أنه there will be loss of hydrochloric acid which is important into the absorption of the iron, ولهذا يصير iron deficiency anemia وعدة أسباب. فإذا ممكن يكون global ممكن يكون partial. بالنسبة للmalabsorption clinical features, طبعا partial عادة يجون as according to the part اللي هو affected بالديزيزد بارت اوف ذا باول. مثلا قد مثل ما قلنا يجون اس بي 12 ديفيشنسي اند فيتشرز اوف بي 12 ديفيشنسي فاتيج نمنس تايردنس, او بيشنتس يجون فيتشرز اوف ايرون ديفيشنسي انيميا از يعني بارت اوف ذا انيميا فاتيج. بيشنتس هاف ابنورمال ان ذا نيلز ابنورمال ان ذا فيشرنج ان ذا تانج, ممكن يصير عندهم مشاكل باللبس and other features related to the iron deficiency. And patients ممكن malabsorption of vitamin D or malabsorption of calcium. So they present with osteopenia or osteomalacia. بالنسبة للglobal عادة يصير عندهم الموضوع لأنه هو global فممكن يعني يصير عندهم fatty stool اللي يسموه pale greasy stool. ممكن more rapidly they have weight loss. Anorexia and distension with the abdominal distension and borborygmi, which means that there's a lot of gases and burps. بالنسبة للكلاسيكال سيمبتومز فور بيشنتس وذ مال ابزوربشن از يوجوالي از انكومن, لانه ماكو واحد عنده فيتشرز يعني ثابته للجميع. عادة in general they become with abdominal bloating, discomfort and borborygmi with the features of irritable bowel syndrome and maybe asymptomatic and anemia may be the only feature. وهي صراحة هي أشياء جدا مهمة لأنه معظمهم هم يجون asymptomatic, especially دول اللي هم يجون يصير عندهم partial involvement for a long time ورا ما ال all the these vitamins that specified specifically affected by a certain disease will be lost, so they will become asymptomatic after a long period. And usually these symptoms تكون much slower than those with the global as I mentioned before. طبعا واحدة من المشاكل الـ actually faking presentation هو الـ irritable bowel syndrome, بأن لأنه معظمها هي تشبه irritable bowel syndrome and they are wrongly diagnosed with this, so we shouldn't miss those patients as part of just gases and abdominal bloating or non-specific symptoms as a patient with IBS unless we exclude any causes of malabsorption. طبعا هنا تشوفون ملخص انهم ميوكوزال and structural diseases او abnormality, bile salt related and enzyme deficiency. يعني على سبيل المثال بالنسبة للميوكوزال طبعا هو عندنا اسباب على رأس القائمة هو السيلياك ديزيز, وقلنا global ممكن يكون ويبل. الويبلز هو نوع من انواع ايضا المابزورشن قريب على السيلياك بس caused by a microorganism and we will go to explain it in details. We have the tropical sprue, or sometimes it can be celiac sprue, which is a celiac in the presentation, but also maybe caused يعني, by causative agents, and the Crohn's, which is an inflammatory bowel disease, which is part of defect in the autoimmune disorder. بالنسبة للstructural abnormality, we have either patients need to do an intestinal resection as any part of an ischemia or bullet or injury or any other causes. So we'll have decreasing the surface area of the area which is normally needed for the absorption, and this will lead to intestinal malabsorption. And patients who have need sessions of radiation
على سبيل المثال عندهم malignancy or another cause, so the part of the intestine will be affected. So this will lead to secondary malabsorption, secondary to the radiations and enteritis. الانزيم ديفيشنسي او اني اكتيفيشن هو ضمن البيشنتس اللي عندهم ديفكتس ان ديسكريشن اوف سيرتن دايجستيف انزيمز لايك بيشنتس وذ كرونيك بنكرياتيتس pernicious anemia which is a part of autoimmune disorder disaccharidase deficiency and the bile salt related like bacterial overgrowth ileal dysfunction and bile duct obstruction all these will be come to, we'll discuss it later. بالنسبة للهيستوري اوف بيشنت مال ابزوربشن طبعا الشايلد هود طبعا دياريا ولو هو قليل بس اذا كان سيفير فروم بيست بيشنتس هاف سيفير سيمتمز او سيفير انفولفمنت اوف ذا جي اي تي سيمتمز او جي اي تي العفو سيستم فبيشنتس ذا كومونست مانيفستيشن هو يجيو دياريا اند موستلي بيكوز اوف سيلياك ديزيز اور لاكتوز انتولرانس الفاميلي هيستوري مهم نسأل اذا كان اكو بوزيتيف فاميلي هيستوري اوف ايرون ديفيسي انيميا اور فاميلي هيستوري اوف بيشنت سيلياك ديزيز اور اذر اوتو اميون ديس اوردرز لايك اسارف كوليتيز او انفلاماتوري باول ديزيز الالكحول اكسس دائما ريليتد تو ذا كرونيك بنكرياتيتس ليدنج تو اكزوكراين انسفيشنسي and also as I mentioned the intestinal resection and other autoimmune diseases because if you have pernicious anemia you may have also likely to get to the others members and meningitis medications اللي هي لها تلعب ايضا دور disease دور مهم عفوا في as a causing of secondary malabsorption طبعا هنا possible physical consequences of malabsorption لو تجون هنا مثلا حنشوف هنا انه symptoms presentation according to the enzyme or the mineral deficiency على سبيل المثال طبعا الفيتامين A يؤدي الى night blindness الايرون فوليت بي 12 cause of anemia vitamin C and vitamin K deficiency leading to purpura and bruising vitamin C and protein leading to poor wound healing على مثل ايضا patients with the peripheral neuropathy or numbness or something like that presented with the B12 deficiency secondary to B12 deficiency عفوا peripheral edema as part of hypoalbuminemia اللي هو دائما دول اللي يجون secondary to the third cause of malabsorption اللي هو post mucosal with lymphatic obstruction or like lymphangiectasia والعديد الاسباب مثل ما موضح بالرسم اذا هنا عندنا في الجدول بانه يقول شنو الاشياء اللي هي ريليتد للمالابزورشن هاي مهم شباب يعني كاسئله مثلا بالديكريزد يعني شنو الاشياء تقل من اسبار المالابزورشن طبعا اكيد الهيموجلوبين يقل الفوليات الايرن الفيرتين البي 12 كالسيوم مغنيسيوم الكوليسترول البومين اكو فد تريك هنا نقول شنو الاشياء اللي ممكن تزيد بالكيسز اوف مالابزورشن يزيد نسبة الأوكسيليت in the urine لأنه هو مثل نعرف إذا صار مال absorption راح يزداد ال level of the calcium فالكالسيوم راح يتحد مع الأوكسيليت فيؤدي إلى يعني إلى increasing this level in the urine and بالنسبة للبروثرومبين أيضا راح يصعد لأنه قلنا الفيتامين K فيتامين K deficiency will be decreased in the body وبالتالي يؤدي إلى صعود بالليفل of the PT بالنسبة للانفستيجيشنز طبعا يعني الانفستيجيشنز اللي to confirm the malabsorption and then we have blood test, fecal fat estimation, structural test, functional test, investigations tailored to individual patients according to these يعني specific suspected cause of malabsorption طبعا القصد انه البلاد تيست يعني بشكل عام اذا كان اكو في كالسيوم مغنيسيوم features of magnesium, calcium, vitamin D3, CBC نحن راح نشوف إذا كان أكو هيموغلوبين, الايرون ستدي, الفوليات, البي12 إذا كان suspicion of severe malabsorption خاصة الفات مثلا this is what we call fat estimations ولا هو السبب الجديد يعني هذه التحاليل أصبحت specificity مالتها قليلة الستركشرال تيست قد تحتاج إلى مثلا بايوبسي مثلا to exclude or include celiac disease أو وبول ديزيز الفانكشنال تيست يقصد بها بالليفل اوف يعني انزيمز لاك اميليز لايبيز او هنعرف اذا سكندري تو بكرياتيك كورونا بكرياتيتس ايضا بالنسبه للبلاد هاي ذكرتهن الفول بلاد كاونت السيرم الكترولايتس الاي اس ار الليفر بلاد تيست الالبومين كوغليشن
بروفايل اللي له علاقه بالليفر، البومين ايضا له علاقه بالليفر، ديز اوردرز او بالمال ابزوربشن سكندري تو وجنال فاتيك ابستراكشن، ثايرويد فانكشن تيست اعتبار من ون اوف ذا هرمونز اللي هي ممكن يكون abnormality of this hormone affect the absorptions, endomycin, intestine anti-tissue transglutaminase antibody, anti-tissue transglutaminase antibody, هذا antibody مهم جدا بال بال of high specificity and sensitivity in patients with the celiac disease, and also the HIV screening is appropriate, وهي نقطة مهمة لأنه many patients may have certain virological disorders like HIV which may be associated with the virology viral associated chronic malabsorption. بالنسبة للستول أيضا we need to do general stool examinations to observe with any parasites like ovine and parasites and infestation and also we sometimes need to do an qualitative or quantitative fecal fat test which is for the time being is not a practical one. بالنسبة لل other investigations is for the small intestinal structures like the duodenal biopsy, ileoscopy. طبعا duodenal biopsy يفيدني مثلا على سبيل المثال كمثال هو بالسيلياك ديزيز، ileoscopy and taking biopsy and have a look in the ileal distal ileum in case of suspected إذا كان أكو TB tuberculosis أو إذا كان أكو certain infections that involve the distal part of the small bowel and in case of inflammatory bowel disease like Crohn's we have actually some push enteroscopy a specific type of endoscope بس هي عبارة إلى the upper part of the small intestine يفيدنا أيضا diagnosis إذا كان أكو suspicion of tumors أو malabsorptive يعني structural diseases that may affect the small bowel أيضا فشي عندنا مثل اللي هو يعتبر image study يسموه small bowel flow follow through يعطون contrast هذا patient يشرب الكونتراست وورا فترة يسوي له اكس راي حتى يشوفون اذا كان اكو ميكوزال ديسوردرز مو كلش براكتيكال فور ذا تايم بينج انتيروكلايسيس وهو في نوع مود ايضا من الكونتراست بس اندر سي تي جايد او نوع من انواع السي تي ايمج او مرات يضيفوا له ام ار اي حتى يعرفون اذا كان اكو ستراكشرال ديزيزز عن طريق الايمج ستدي والكبسول اندوسكوبي هو في شيء حديث جدا اللي هو اندوكبسول بشركات مختلفه الغاية من عندها انه بيها كاميرا وهذه الكاميرا تسجل المعلومات عن طريق جهاز خارجي يعني بين قوسين تنبل عن طريق الفم وتسوي فد فيوينج للميوكوزا اذا كان اكو اني ستراكشرال ديس اوردرز او اني ماز او تيوم ممكن تبين عن طريق فيديو. In general بالنسبة للفانكشنال يعني تيست صراحة مو كلش أصبحت حاليا قبل كانت مهمة لأنه كان التطور يعتمد عليها يعني ما كان في تطور حديث عفوا بالأجهزة والمعدات اللي كلش أصبحوا يركزون على الإيمج ستدي وعلى الستركتشرال عن تيكينج بايوبسي بس نذكرها لأن مذكورة في الكتب ولو كان استخدامها قريبة على سبيل المثال الفيكال فات قلنا amount of the fat in the feces اللي دي زايلوز تيست يعتمد بالبيشنتس نستخدمه بالبيشنتس اللي هم عندهم فيتشرز of bacterial overgrowth, lactose tolerance test بالpatients اللي هم كانوا يستخدموا suspicion of lactase deficiency اللي موجود قلنا على ال small villi بعض الأحيان مرات congenitally they have defect in the lactase enzymes فقبل كانوا يستخدموا هسه يقول لك بالأسهل إنه نشوف ال patients if have get symptoms on getting the milk when if it's improved on omitting the milk, so this is regarded as approved in those patients. طبعا الـ ايضا اكو شيء يسموه تريولين بريث تيست والسي اس ار تيست patients سي اتش اس اي تي تيست استخدم بالبايل اسيد مال ابزوربشن او البيشنتس يعني نقدر بديل نعطي كوليسترامين اللي هو يعتبر بايل اسيد ايجنتس اف ذي جيت بيتر ويل دايجنوزز ويل بي ميد نو نيد فور ميك سيرش سوفستيكيتد اند اكسبنسيف تيست تو دايجنوز ذا بايل اسيد مال ابزوربشن اند هيدروجين بريث تيست از داون بكتيريال اوفر جروث نحسب بديل قام اذا كان سبيشال بيشنت عنده هيدروجين يعني بكتيريال اوفر جروث نقدر نستخدم يعني انتي بايوتكس
when the trial for at least 10 days, if it's improved, this is, means that he has a disease. And the Schilling test for B12 absorption, either can high suspicion. Now they give the B12 and no need to do the test, and for which is more sophisticated and prolonged. هذه ايضا بكرياتك فور بكرياتك فانكشن تيست صراحه استعمالها اصبح قليل وذكرت فقط للاطلاع حاليا تقريبا بس الفيكال الاستيز والبكرياري تيست في حالات جدا نادره نستخدم تو دايجنوز اف ذا بيشنت هاف ابنورمالتي ان ذا بكرياتك انسفشنسي. اذا ريجاردينج البكرياتك مال ابزوربشن كبراكتيكال تيست هو we need to do in practice, we need to take history على كيفته حتى نعرف انه هو هذا البيشنت شي يعاني. بعدين نسوي له full examination نشوف اذا كان features of iron deficiency anemia, B12 deficiency او any other certain parts we suspect. بعدين نسوي specific blood test مثل ما ذكرناها سابقا نحتاج نسوي stool examination to exclude اذا اكو parasitic infestation. بعدين ندي structural test over small intestine and pancreas. ال structural test is better to do the على سبيل المثال biopsy لانه endoscopy اصبح هسه حاليا when it's highly indicated in such diseases. والنقطة الأخرى therapeutic trials تلاحظون بالمود كلش ما ينطي اهتمام للفانكشنال تيست الفانكشنال تيست اللي يعتبر انه اللي ذكرناها سابقا. نيجي على موضوع السيلياك ديزيز ولو احنا يعني حاكي بس حنحكي يعني نبدا عن الموضوع ذات أهمية كلش عالية. طبعا one of the immunologically mediated inflammatory disorder of the small bowel which is occur in genetically susceptible individuals and resulting from intolerance to the wheat gluten and similar proteins found in rye barley and to a lesser extent the oats. It can result in malabsorption and response to the gluten-free diet. إذا القاعدة الأساسية هو gluten free diet. العلاج الأساسي هو gluten free diet لأنه أكو مادة موجودة بالبروتينز اللي ذكرناها اللي gluten. هذه صرفة نوع من immunological mediated disorder أو inflammation يؤدي إلى destruction in the villi. طبعا هذا هو genetically susceptible which means شنو genetically susceptible يعني معناته بالجينات موجود هذا البيشنت يكون susceptible إلى أن يصير أو ما يصير. إذا صار التفاعل وجينيا هو مؤهل فممكن يصير عنده الديزيز بس مو بالضروره اللي جينيا مؤهل يصير بس الجينيا غير مؤهل ما ممكن يصير ابدا. يعني هذا اكو تستات خاصه اذا كان ظل الموضوع بحيره انه هذا سيلياك او نات سيلياك ممكن نلجا الى هذا التست. بشكل عام طبعا البروفالنس باليوكي كمثال هو 1% بس هسه ناو فور ذا اخر دراسات تقول الموضوع دي يزيد لانه هذا يتضمن موضوع يسموه الايسبرغ فينومينا which means that الجزء اللي مشخص حاليا هو اقل بهوايه من الاشياء الناس اللي هم اصلا عندهم سيلياك ديزيز بس هم ما يدرون بالديزيز لانه اكو جزء مهم من عندهم عندهم فيري مايلد سيمتومز واكو بهم اسيمتوماتيك. ذول المايلد سيمتومز يقتصر على السمبل بيربينج وابدومينال ديستنشن ومرات اتاكس اوف altered bowel habits and others. 50 of these people are asymptomatic. طبعا these include both the undiagnosed يسموهم silent cases of the disease and the cases of the latent celiac. كلمة latent celiac يعني معناته هو عنده جينيا مثل ما قلت قبل شوية بس هو يعني تعرض إلى فد موقف معين أو إلى bacterial infection حد ما معروف بس هو كرون after that he may later develop clinical celiac disease. The precise mechanism طبعا of the mucosal damage حد الآن هو unclear بس immunologically responses to the gluten play a key role. قلنا التشو transglutaminase هو now recognized as the anti the auto antigen for the anti-indomycin antibodies and often is used in the serological diagnosis. لهذا نسميه anti-tissue transglutaminase antibody. الجديد بالمعلومة هو شيء يسموه anti-deaminated gliadin peptides. هذا يعني أصبح واضح يعني دراسات عليه عالية وproved قبل كم سنة أنه هو أيضا new antibody. It is a new and highly specific and highly sensitive serological marker in the diagnosis of celiac disease. لو تلاحظون طلاب
على هذا الرسم انه ليش شلون يصير الاوتو اميون او immunological mediated disorder. اللي هنا أنا مثلا نجي الصمون او الخبز او البريد ويت راي، هنا يحتوي على الجلوتين. هنا الجلوتين بيبتايدز راح يصير بي absorption، راح تاخذ الانتيجين presenting cells دول genetic susceptible patients خاصة اللي عندهم HLA DQ2 او sometimes DQ8، راح يصير فد يعني immunological stimuli راح يخلي CD4 T cells تصير بيها activation باعتبارها تعتبرها هذه هي foreign body، وبالتالي راح يؤدي إلى بداية الانفلاميشن، لأنه اكو certain types of interferons and interleukins and other mediates راح تطلع من هاللمفوسايت مرة على مرة، راح يصير inflammation، راح يصير بي destruction بهذه الفيلاي، وبالتالي يصير عندهم مال absorption. طبعا السيلياك ديزيز من النقاط المهمة هو ممكن present at any age، ممكن بالجهال بالطفل أول ما يجي يصير عنده chronic يعني form of the diarrhea، ممكن يشكون بأهله، أو ممكن even at middle or elderly even cases missed because of all this time they have mild very mild symptoms، فممكن عادي يشخصون بعمر 40 50 60 سنة في بعض الأحيان من يوصلون إلى مرحلة أنه severe secondary malabsorption as part of osteopenia or pathological fractures osteomalacia they present with bleeding tendency and others. طبعا بالإنفانت بالجهال it occurs after weaning on the cereals and typically presents with diarrhea، وشان يشرب حليب الطفل بدون ياكلوه يعني مواد تحتوي على الجلوتين، فيبدي يصير عنده فيتشرز مال دياريا، ومرور الوقت يصير عنده فيلير تو ثرايف، النمو مالته يصير بطيء. بالاطفال الاكبر عنده من يتحفز المرض في التشيلدرن it may present with non-specific features such as just delay growth، وهاي من عندهم أطفال نشوفه ما عنده أي مشكلة بس نشوفه هو أقل أو أصغر من أقرانه. The features مال malabsorption malnutrition are often found on examination and mild abdominal distension may be present. Affected children have both growth and puberty delay leading to short stages in adulthood. شوفهم أغلب ذولا الأطفال وأهاليهم يراجعون لهم في المراكز اللي هي للإندوكراين، يعني مراكز اللي هم عبالهم أكو خلل في الغدد وفي النمو وغيره، وشوفوا دائما يرتاد عيادات الأطفال حتى بس مجرد أنه يطو remedies to increasing head length or the rapid increase induces growth، بس هو المشكلة مو بالهرمونز، المشكلة بالسيلياك ديزيز. ولهذا معروف عند الجايدلاينز اللي موحدة عند الاندوكرينولوجيست انه we should prior to do any assessment for the endocrinological disorder we should send for gastroenterology to exclude the patients whether he have a suspicion of celiac disease. In adults, the peak onset is in the fifth decades and females are affected highly more than males and the presentation is highly variable depending on the severity and the extent of small bowel involvement. إذن يعتمد على الـ involvement of the parts and disease involved، يعتمد على ممكن be highly variation، ممكن child، ممكن adolescents، ممكن children، ممكن even with patients in the 40s, 50s of age، إذا لا يعرف عمر المرض، ممكن diagnosed at any at any stage. Other recognized presentations include oral ulcerations, dyspepsia and bloating, and celiac disease associated with other human leukocyte antigen HLA linked autoimmune disorders and with certain other diseases HLA DQ2 HLA DQ8 مثل ما قلنا ولا هم genetically susceptible انه عنده القابليه انه ممكن يتحفز ال HLA in those patients اللي هو human leukocyte antigen ويحفز اللي قاعد على antigen presenting cell مثل ما قلت قبل شويه. فإذا السؤال هل كل الـ patients عندهم HLA DQ2 DQ8 ممكن عندهم celiac؟ لا، ممكن they are susceptible، ممكن إيه ممكن لا، بس إذا كان دزينا تيست خاص وهو حاليا موجودة for HLA typing regarding the celiac disease كانت هاي ماكو negative ما كان عندها هذا الـ HLA،
فهذا مستحيل أن يصير عند سيلياك ديزيز. نحكي على الـ disease associations of celiac disease. يعني طبعاً الـ celiac disease باعتبار أنه autoimmune disease ممكن associated with other diseases that people should put in mind. And one of these diseases is the insulin dependent diabetes mellitus, which means the type 1 diabetes. Min 2 to 8%, also associated with the thyroid disease, primary biliary cirrhosis, as Sjögren syndrome, IgA deficiency, pernicious anemia, inflammatory bowel disease, sarcoidosis, myasthenia gravis. All these are autoimmune diseases that may be associated with celiac disease and you should put in mind in such patients. Also, أكو نقطة مذاكرة هنا أنا ممكن even adrenal insufficiency as part of Addison disease. طبعا نقطة كلش مهمة الـ IgA deficiency هنا أنا يعني حاطة بطوخ واحدة من التست إذا كان هذا disease associated ممكن يكون falsely negative اللي هو الـ anti-tissue transglutaminase IgA اللي هو normally بالـ celiac disease يصعد حتى يفيدنا بالدياجنوزز بس إذا كان عنده in association with IgA deficiency which means that there is no ability to increase the level of IgA so the IgA level will be normal or sometimes subnormal so لازم إحنا حتى نشخص ندز على the other entity of the diagnostic procedure which is the IgG or the new modality of the tissue diagnosis serology اللي هي اللي ذكرناها قبل قليل. بالنسبة لل other important points is that we should put in mind that if the patients present with diabetes type 1 and any other GIT symptoms like simple dyspepsia or something like that, we should depend on the OGD and taking biopsy from the second duodenum to exclude or include the presence of celiac because those patients may have subclinical celiac disorder or disease. عفواً. Other associated conditions important here, neurological complications, although it is rare, but لازم نخليها ببالنا. يعني ممكن يكون celiac disease due to the features of encephalopathy with disturbed level of consciousness or drowsiness with the confusion. ممكن إذا كان في عند features of ataxia أو features of imbalance, dizziness. هذا ممكن يعني ممكن related to cerebellar atrophy, which is an irreversible neurological condition usually, and peripheral neuropathy and also epilepsy. Other condition اللي هو dermatological condition, with dermatitis herpetiformis, EPRF and dryness, necrotic lesion on the external surface of the body, sometimes يكون palpable and pruritus associated. وهذا ممكن الفيتشرز التريتمنت ما تكون ايضا بالجلوتين فري دايت اونلي. الداون سندروم شافوا اغلبهم ممكن يصير عندهم يعني اسئله وذ سيلياك يجون الداون سندروم. And there is important three carcinomatous associated conditions occur with celiac disease. وهذا هو السؤال اللي يتيحنا انه why we should insist on putting the patients on the gluten free diet and we should insist that the patients should have their celiac screen return to the normal with the also association of those patients that should put in mind that you should have keep on the gluten-free diet and putting that their biopsy should be normalized because of the associated enteropathy associated T-cell lymphoma, well, small cell, small bowel carcinoma and squamous carcinoma of the esophagus. طبعا هنا التي سي لينفوما عاده بالباول والجي اي تي هو يكون تايب 1 لينفوما هو البي سي لينفوما بس بالسيلياك واحده من الرير كوز اوف تي سي لينفوما اذا بين قوسين الاغلب الجي اي تي لينفوما هي بي سي لينفوما بينما بالعاده السيلياك اللي يكون تي سي لينفوما ايضا هنا مأشر لي بالاحمر هو الالساتيف جيجنايتس هو عباره عن فيت كونديشن هو ايمرجنسي صراحه that condition, although it's rare, but ممكن يكون واحدة من presentation للpatients اللي هم poor compliance or not diagnosed cases of celiac disease. All of a sudden يجون with features of severe epigastric pain, repeated vomiting, and sometimes hematemesis, and also features of perforation secondary to severe ulcerations in the jejunum because of the severe inflammation of the mucosa.
Pancreatic insufficiency, macroscopic colitis, and splenic atrophy also are other associated conditions in patients with celiac disease. بالنسبة للinvestigations طبعا قلنا these are performed to confirm diagnosis and to look for consequences of malabsorption. أهم نقطة بالdiagnosis هو duodenal or jejunal biopsy واللي يصير عن طريق الاندوسكوب هو عبارة عن gold standard condition يعتمد كلش اعتماد أساسي على good histopathologist to get the features of villous atrophy. And sometimes the villi appear normal, but there are excess number of intraepithelial lymphocytes, يعني sites of inflammation due to the intraepithelial lymphocytes, وبيها فد level اللي هو أكثر من 40. لو نلاحظ هنا بأنه أكو classification خاص يسموه المارش classification يعتمد عليه الهيستوباثولوجي اللي هو يعتمد على ثلاث خانات، طبعا هذا اللي ضلع فقط وليس هو الحفظ، بس مثل ما تلاحظون طلاب أنه أكو بي intraepithelial lymphocytes. Per 100 enterocytes يعتمد إذا كل مكان أكثر من 40 فهو يعتبره positive. والcrypts changes كل ما هي تبدي بأنه increased أو abnormal فيبدي من يعني يعطي سكور عالي أعلى هنا يعني، وكل مكان villi بدأت تصير بها atrophy يبدي يصير مارش 3، ولهذا هو الأتروفي with the increased cryptic changes with increased lymphocytes هو typical مارش 3 يبدي بالمور ديتريوريشن كل ما كان سيفير. فاذا عاده هو المارش 3 كمعلومه هو اللي نعتمد عليه بالهيستوباثولوجي كدايجنوزز، بينما مارش 1 و 2 ممكن يكون سيلياك، ممكن يكون اذر دايجنوزز ذات ميبي ميمكس ذا سيلياك ديزيز. نجي بالنسبه للامبورتنت كوز اوف سبتوتال فيلا سيرتروفي، هذا اللي قلت لكم ممكن يكون other diseases that may mimic the celiac disease اللي هي اللي tropical syndrome الدرماتيتس سيرفيتيفورمس لمفوما ايدز اسوشيتد انتيروباثي جيارديياسيس هايبوغاما جلوبينيميا راديشن اند ووبلز ديزيز اند زد اي اس اللي هو زولنجر إلسون سيندروم which means that all there is another condition that may cause subtotal atrophy and they mimics the celiac disease that we should put in mind and you should exclude before we say that this is a celiac disease. بالنسبة للسيروم انتي جليادين انتي بادي سبيشال دي اي جي اي اند دي انتي اندوميسيل انتي باديز ار ديتكتبل ان ماس ان تريتبل ان تريتد كيسز. طبعا الانتي جليادين حاليا بالجايد لاين الجديده بدا يقل استخدامه، وذلك لوجود الانتي بادي السيرولوجي الجديده اللي هي الانتي تشو انتي اللي هي انتي ترانس جلوتاميز انتي بادي او الانتي تشو ترانس جلوتاميز انتي بادي وال الاي جي اي عفوا والاي جي جي فالبرسنتج مالتها تقريبا توصل الى من السنسيتيفيتي الى اب تو 95% اند وذر ذا سبيسيفيتي توصل الى تقريبا 99 فور ذا بيرسنت اكسبت ان فيري يونج طبعا انفنتس اللي هو ممكن يكون ب يعني فولس نيجاتيف. الاي جي جي انتي بادي هوفر ماست بي انلايزد ان بيشنت وذ كو اكزيستنج اي جي اي ديفيشنسي مثل ما ذكرت بالسلايد. The anti-tissue assays have replaced other blood tests. It is more accurate in patients with IgA deficiency, and these antibody tests constitute a valuable screening tools in patients with the diarrhea, but are not a substitute for small bowel biopsy. هاي نقطة صراحة مهمة، هو يجوني من المرضى ويقولون أنا سويت تحليل سيرولوجي بالدم حتى أشوف الثيلياك ديزيز وشفت طلع نيجاتيف. This is not excluded. As يعني gastroenterologist we must say that there are certain features regarding the clinical symptoms and examinations and regarding the past medical history, the family history, social history. All these play an important role to say that those patients will need to do an OGD. بين قوسين اكو ناس لازم نسوي لهم OGD وناخذ بايبسي دي 2 حتى نعرف انه البيشنت سيلياك او لا. ما ممكن الاعتماد على السيرولوجي في كل الاحيان، ولكن هناك احيان معينه نقدر نعتمد على السيرولوجي ونقدر على ضوءها نقرر انه نسوي له او جي دي او لا، ولكن في احيان اخرى ومواقف اخرى تكون اكثر تفصيليه تحتاج الى اجراء ناظور واخذ عينه من الاثني عشري او من الجوجنم حتى ندزيل الهيستوباثولوجي ويسوي كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا مارش كلاسيفيكيشنز حتى نقرر انه هذا البيشنت هو عنده سيلياك. ممكن يسال سائل يقول ليش احنا حايرين بهذا الوضع كله، انه اذا هو كان سيلياك وخايفين من عنده انه ممكن اسوشيتد وذ مالجنسي او اسوشيتد وذ برولونج مال ابزوربشن، ليش من نقطع بدون ما نسوي ناظور وبدون ما نسوي يعني هاي دوخه الراس كلها نقول للبيشنتس اقطع الجلوتين وخلاص؟ صراحه هذا قرار
يعني صعب انه البيشنت يقول له you should omit the gluten from your diet completely for life. يعني هو تعرف هذا autoimmune disease، اذا قرر نقطع لازم نقطع for life. وانتحار من فد شيء قد يكون هو ما عنده ديزيز وانت يعني انت حرمته من طبيعه الطعام، ممكن هو يقدر ياكلها وما عنده مشكله، في should confirm the diagnosis. والنقطه الثانيه we should do classification for the marsh حتى نعرف السيفيريتي، نفس الوقت نخليه as a baseline حتى نعرف شلون نقارن بالمستقبل اذا كان يعني get improved or not. لانه اكو فد كونديشن اذا بيشنت عبر السنه وهو يعني good compliance to the gluten free diet وما حقق ال increase in the length of the villi of the atrophy or get improved by his own histopathological or in or with or without serological يعني antibodies، هذا يسموه resistant form of celiac disease او يسموه RCD اللي هو resistant celiac disease. وهذا النوع من الريزيستنت هو او refractory celiac disease عفوا، هذا refractory هو له فد كرايتيريا معينه تحتاج الى استخدام ادويه خاصه توصل الى immune modulators، وممكن عند الريسك اوف malignancy يكون كلش عالي وكلش ركز عليه on the frequent screening of such a patient. ولهذا ك background و baseline for those patients we should confirm or exclude the presence of celiac disease. وإذا كان هو celiac disease لازم نعرف which stage حتى نعرف شو تسوي له keen follow up and regular follow up، وبالتالي نقدر نعرف شنو الوضع اللي حيصير مستقبلا. بالنسبة للهيماتولوجيك طبعا فول بلاد كاونت بالذول البيشنتس عادة بيكوز اوف مال ابزوربشن، ممكن تلاقي عنده مايكروسيتيك اور ماكروسيتيك انيميا سكندري تو ايرون ديفيسي انيميا ان كيس اوف مايكروسيتيك اند سكندري تو فوليت ديفيسي ان كيس اوف ماكروسيتيك وذ فيتشرز اوف هايبوسيبلينيزم. هايبوسيبلينيزم مين ذات ذا بيشنتس وين ذا سي بي سي بلاد فيلم مالته تلاقي تارجت سيلز spherocytes and whole jolly bodies, yeah, specific bodies that we find in the blood film. تعطيك انطباع انه patient the features مال hypocyclinism. The biochemical test may reveal reduced the concentration of calcium and other materials like magnesium, total protein, albumin and vitamins due to the malabsorption of course. طبعا اكيد other test يعني although it's non specific بس ممكن اجراها تنعرف اذا كان اكو مثلا x-ray for the bowels تشوف اذا كان bowel dilated in cords or diminished folds or and sometimes facultation of contrast. Sugar test حتى نعرف اذا اكو فات مال absorption او other abnormality although they are not specific and for the time being they are not done. A newly diagnosed patient should undergo at least baseline measurements for bone density by doing a DEXA scan to look for evidence of metabolic bone disease. مثل ما قلنا لأن هذول عندهم malabsorption of vitamin D and calcium، وبالتالي لازم نتأكد أنهم عندهم osteopenia أو osteoporosis حتى نقدر نغطيهم بالعلاجات، ليس عندهم features of consequences of osteoporosis واحتمال عندهم pathological fractures. المانجمنت الاي مانجمنت ار تو كوركت ذا اكزيستنج ديفيشنسي اوف ايرون فوليت كالسيوم اند فيتامين دي اند تو بوت ا بلان تو ليرن ذا بيشنتس هاو تو كيبت اون لايف لونج جلوتين فري دايت اند ذس ريكوايرز ذا اكسكلوجن اوف ويت ري بيرلي اند انيشيالي اوتس ذو اوتس بعد فتره طويله عاده ورا 6-8 اشهر ممكن تقول له ارجع الاوتس هو الشوفان ربع، بينما بقية الأشياء اللي هي الحنطة والشعير بكل أنواعها سواء كان مقشر وغير مقشر وأشباهها هي كلها ممنوعة من عباتا من الطعام. التمن الرايس والميز الذرة and potatoes are satisfactory sources of complete carbohydrates، فنقدر نخليها كتعويضية عن الصمون والخبز والحنطة ومنتجاتها وتعطيك سورس كامل ومتكامل من الكربوهيدرات إلى البادي. طبعا كل شيء مهم بالفترة الأولى لازم frequent dietary counseling، يعني لازم يكون طبيب تغذية خاص يعلمه على طريقة التعامل مع الطعام ويعرف فيها تايب من الميلز بتحتوي أو قد لا تحتوي على المواد وخاصة المواد المصنعة، وهنالك شركات خاصة الآن تتصنع انواع من الطحين الخاص الذي لا يحتوي على الجلوتين، مثل ما اكو شركات تصنع حليب خالي الدسم او حليب خالي اللاكتوز
فممكن يعني اصبح الان بال يعني بالامكان الحصول على الاغذيه، وجاهز تتوسع حاليا هذه الاغذيه في الماركتس تسهيلا الى الشخص المصاب حتى يقدر يتعامل مع المرض بطريقه اسهل. طبعا ورا ما نخليهم على الجلوتين فري دايت، most of those patients get good improvement after a few weeks of the starting of the gluten, especially those with severe gluten sensitive, and many symptomatic improvement, sometimes not within 2 days, only after and it may take months to weeks, but complete full recovery may take months, sometimes even we should wait to more than 1 year. طبعا the speed and the eventual degree of histological improvement are unpredictable but invariably lag behind the clinical response. هاي كلش مهمة بين قوسين، يعني هذه الجملة الأسطر معناته إذا ال patients قطع الأكل مو بالضرورة رأسا ثاني يوم ثالث يوم، مرات ياخذ weeks حتى يتحسن، وبنفس الوقت ورا ما يتحسن ويشوف نفسه ينخدع بأنه هو يتحسن، يبدي ياكل الطحين والخبز الصموني، يجرب نفسه يوم يومين ثلاثة يشوف وضعه صار جيد فعباله هو زين، بلا ما هو بعد باي ايام ممكن يصير عنده اتاكس. لهذا هذا اللاج هو اللي يخلي البيشنت دائما يدور في دائره البور كومبلاينس. In some patients, histological improvement may also take up to 2 years, and the main reasons for this is slow partial recovery being inadvertent exposure to the gluten. يعني بعض المرضى يعبروا سنتين واكثر وبعدها هو عنده سيرجيكال تشينجز، وهذا دليل انه اكو سم سورس اوف كونتامينيتد دايت وذ جلوتين. التروبيكال سبرو هو one of the causes of malabsorption عاتني ميوكوزل و non cause a non case as of environmental enteropathy occurs in people who live in or visit the tropical area. يعني يصير بالتروبكس الحد الان تيولوجي ما تأنن، بس some believe that's caused by overgrowth of the bacteria. يعني bacteria overgrowth وهو similar symptoms of celiac disease including weight loss, diarrhea, cramps and fatigue and malabsorption. طبعا بالبايبسي يطلع abnormal flattening of the villi can be observed during the endoscopy with the tetracycline is a main line of treatment in a dose of 250 mg 6 hourly لفترة تقريبا من 28 يوم إلى 30 يوم is a treatment of choice and brings about the long term remission or cure in most patients. Pharmacological doses of folic acid improve the symptoms and the general morphology.